إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. ما زلنا معاشر الأفاضل الكرام نقف وقفات مع ما ينبغي بيانه من معاني هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. وقد قدمنا لذلك بمقدمات، وكان من آخرها أن ذكرنا بعض الأسماء التي لا أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة العظيمة. فتذكرنا فيما بيننا بأن من أسمائها أم الكتاب وأم القرآن بالسبع المثاني. ونزيد اليوم ونقول كذلك من أسماء سورة الفاتحة بعدما ذكر وأنها كذلك الشافية والرقية، من أسمائها أيضا الصلاة، وقد ورد ذلك نصا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد ملك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تبارك وتعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا الشاهد عندنا أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا سورة الفاتحة، لأنها وكأنها حوار يكلم أو يخاطب العبد به ربه فيجيبه الله تبارك وتعالى. وكما سيأتي في حديث ابن عباس أن من قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له جبريل لما نزلت ثواب الفاتحة، قال: لم تقرأ أو لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، أو قال: أعطيته. ويقصد الفاتحة وأواخر سورة البقرة، وكلاهما دعاء. فالفاتحة مر معنا أنها كلها دعاء، وهذا الحديث
قد حمل بشارة لكل مؤمن يصلي ويقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ويتدبر في معناها. في هذا الحديث يبشره الله عز وجل بأنه سيعطيه من الفاتحة ما سأل فيها من الدعاء. فإن العبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. بمعنى هذا الدعاء أعطي عبدي استجابة له وأزيده فأجيب دعاءه لكل ما سأل. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا الفاتحة تسمى صلاة لماذا؟ قال العلماء لأن الصلاة لا تصح إلا بها، أو أنه مراعاة للمعنى اللغوي، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. ومن قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت. صليت أي دعوت، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فهو يقول لها لك أو أدعو لك بمثل ما دعوت به، فسمى الدعاء صلاة. وأيضا الأفضل منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليدعو. فليدعو بمعنى فليصلي، قال فليصلي، فليصلي بمعنى فليدعو. ماذا يقول في الدعاء؟ يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم بارك لهم فيما رزقهم. إذا دعاك شخص إلى طعام تجيب على كل حال، سواء كنت صائما أو غير صائم. وإذا كنت صائما فأنت أمير نفسك، إن شئت تتم صومك وتدعو لصاحب البيت تقول له اللهم اغفر لهم وارحمهم بارك لهم فيما رزقتهم، وإن شئت أكلت، وإن شئت أكلت ولا شيء عليك إذا كان الصوم صوم نافلة. إذا شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي بمعنى فليدعو. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك صلواتك سكن لهم، المقصود به الدعاء. والصلاة كلها سميت صلاة لأنه غلب فيها جانب الدعاء لا من جهة الأركان، حيث إن الفاتحة ركن في الصلاة وهي دعاء، ولا من جهة ما سن من الإكثار فيها من الدعاء سواء في السجود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قبل أن يستجاب لكم، أو كذلك في بعض هيئات الصلاة كالتشهد مثلا فإن فيها دعاء إذا دعا الإنسان وقد أثنى على الله عز وجل صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده فإن دعاءه يستجاب. إذن بارك الله فيك، الصلاة تسمى ماذا؟ أو الفاتحة تسمى صلاة. والعرب يعني تسمي يعني ما غلب على الشيء باسمه، يعني بما غلب عليه، تسمي شيء بما غلب عليه. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما المقصود بقرآن الفجر؟ صلاة الفجر. لماذا؟ لأنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة. طيب، إذا هذا اسم من أسماء سورة الفاتحة. يقول الله عز وجل قسمت الصلاة، قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، وذلك في جواب الله عز وجل لعبدي. إذا قال العبد وهو يقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وسيأتي معنى الحمد، سيأتي إن شاء الله معنى الحمد في قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل ماذا؟ أثنى علي عبدي.
بمعنى حمدني وزاد الحمد فثناه. فلذلك تكرار الحمد يسمى ماذا؟ ثناء، يسمى ثناء. فإذا قال العبد ماذا؟ مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، بمعنى نعتني بالمجد العظمة. فالله عز وجل ملك سائر الأيام وخصوصا يوم الدين، حيث يبطل ويلغى كل ملك ولا يبقى إلا ملك الله تبارك وتعالى، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي. فالعبد يسأل ربه جل وعلا عطاء، والله عز وذلك بعبادته لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعطي عبده ما سأل ويقبل منه عبادته. فإذا هناك معاملة بين الله عز وجل وبين عبده. فالذي لا يصلي عياذا بالله هذا لا يتعامل مع الله، والذي لا يتعامل مع الله هذا لا يجد الله إذا يعني دعاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. العبد إذا قام يصلي وقرأ الفاتحة وقرأها بتدبر وتمعن فإنه يتعرف إلى الله، فالله عز وجل يعرفه في الشدة فيكون مجاب الدعاء. عليكم السلام. طيب، قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، الله عز وجل يستجيب دعاء يقول له هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قلت الصلاة من أسماء سورة الفاتحة، اسم آخر نعم الدعاء، ويؤخذ كذلك من الصلاة، يؤخذ كذلك من الصلاة. طيب، في صحيح مسلم الحديث الذي تقدم، وكذلك رواه أبو هريرة كما قلت، يعني رواه مسلم من حديث أبي هريرة، هذا الحديث حديث آخر، حديث ابن عباس كذلك هو عند الإمام مسلم، فيه يعني كذلك اسم من أسماء الفاتحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما بينما جبريل قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمع نقيضا من السماء، صوتا. والنقيض هو صوت الشيء إذا فتح وكان ثقيلا، فرفع رأسه إلى السماء فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك، فقال جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم الملك. وفيه بأن يعني تحية الملائكة كتحية المسلمين. الله عز وجل لما خلق آدم قال له إذن فسلم على أولئك النفر من الملائكة، وعلمه الله عز وجل ماذا؟ أن يقول السلام عليكم، فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله الملائكة. والله تبارك وتعالى يعني جعل هذا الاسم وهو اسم من اسماء الله جعله في الأرض وقال لنا أفشوا بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح السلام اسم من اسماء الله جعله في الأرض فأفشوا بينهم. فإذا قلت السلام عليكم فأنت قد ذكرت الله. لذلك رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته للتو،
فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فضرب يده بالحائط وتيمم ثم رد عليه السلام قال كريم أن أذكر الله على غير طاعة أن أذكر الله هذا محل الشيء فإذا إفشاء السلام أو رد السلام هذا ذكر لله تبارك وتعالى أفضل أن يعني يرده المسلم أو يفشي هو وعلى على ماذا؟ على طهارة وأنت تحتاج إلى أن تسلم وتحتاج إلى أن ترد السلام في كل لحظة فلذلك حافظ على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم الله عز وجل كذلك يسلم على عباده يعني جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة هذا جبريل يقرئك السلام يقرئك السلام من الله فقالت له الله هو السلام وعليك وعليه السلام وهذا من فقهها رضي الله عنها لم تقل السلام على الله لأن الله هو السلام إذا قلت السلام على الله تقول الله على الله هذا باطل وهذا كثير يعني هذا الخطأ يقع فيه كثير من أهل زماننا ومن أهل هذا البلد الذي نحن فيه ماشي تقول السلام على الله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لا تقول كانوا إذا صلوا يقول السلام على الله السلام على رسول الله السلام على فلان السلام على فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام وقولوا السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لما تقول السلام على فلان السلام عليك أما السلام على الله ما تقولهاش قال إن الله هو السلام أشنو هو الخطأ اللي كيديروا الناس؟ في هذا البلد تيقولوا السلام على الله؟ لا تيقولوا الله يجعل ربي الله يجعل ربي الله هو الرب ليس كذلك الله هو الرب سبحانه وتعالى فكيف أنت تقول الله يجعل ربي؟ الله عز وجل لا مستقر لهذا وهو إنما هو إله واحد ولا أحد يحكم على شيء مفهوم؟ إولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كره للصحابة أن يقول السلام على الله الله على الله إذا أنت ما تقولش الله يجعلنا ربا ولكن الناس يأتي يقول أبزم جري على ألسنتهم اللي سمعتي ما أقول لي ما تقولش ما تدوزهاش لي باش تحيد هذا المسألة إذا قال فسلم فقال جبريل أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتهما فاتحة الكتاب معروف وهذا الحديث يعني تضمن اسم الاسماء الفاتحة وهو فاتحة الكتاب والناس يختصرون ويكون فاتحة يقولون الفاتحة مقصود فاتحة الكتاب لأنها أول ما في القرآن طيب قال وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله إلى آخر السورة قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته الحرف مقصود به هنا المعنى اللغوي وفي اللغة الطرف فهو جزء أخير من الشيء فكل من قرأ عبر عنه بآيات الفاتحة وأجزاء الدعاء فيها وكذلك خواتيم سورة البقرة فيها أي في آخر هذه الخواتيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه دعواتها، كل ما قرأت بها الله عز وجل يقول لك قد فعلت، بمعنى يستجاب الدعاء إذا. لكن بعض الناس يخطئ أثناء الصلاة، حينما يقرأ الإمام يقول وانصرنا على القوم الكافرين، يقول آمين. هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ، هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه آمين ويقولها، يحث الصحابة عليها ويقول ما حسدتكم اليوم، ما حسدتكم على آمين، فأكثروا من قول آمين. ولكن ما قالها هو. إذا نقولها حيث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكف ولا نقولها حيث لم يقلها، لا نقولها. مفهوم؟ طيب، اللي قال آمين هذا له فصل زيادة الكلام بصلاة، إلى قالها بعد قسم الإمام قال وانصرنا على القوم الكافرين، خطأ. طيب، إذا هذا الحديث، حديث ابن عباس، ظاهره أن جبريل كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ملك بالفاتحة، أليس كذلك؟ هذا ظاهره، لكن هذا الظاهر غير مراد. لماذا؟ إذا قلنا بأن جبريل كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ملك آخر بالفاتحة، معناه أن جبريل لم ينزل بالفاتحة، لم ينزل بالفاتحة، وهذا خطأ. لأن أولا الملك الموكل بالنزول بالوحي هو جبريل، قال الله عز وجل، هذا ثانيا قال نزل به الروح الأمين، به الضمير في به على من ترجع على القرآن، الذي نزل به هو جبريل، وهذا عموم يعم جميع القرآن، والفاتحة من القرآن. وأيضا هذا الذي وقع أن جبريل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وينزل ملك، هذا مشعر بأن ذلك كان بالمدينة وليس بالكوفة. فإذا قلنا بأن نزول الفاتحة كان في هذه القصة، فمعنى أنها نزلت بالمدينة، وهذا معنى اختلف فيه العلماء، منهم من قال نزلت بالمدينة واستدل بهذا الحديث، ومنهم من قال نزلت بمكة، ودليله قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الآية في أي سورة وقعت؟ سورة الحجر، مكية أو مدنية؟ مكية. وقد قال ولقد آتيناك، عبارة الفعل الماضي، بمعنى قبل نزول هذه الآية آتاك الله الفاتحة والقرآن العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم، فسر ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. إذن هي الفاتحة وسورة الحجر المكية، فتكون الفاتحة نزلت بمكة. أجاب من قال بأنها نزلت بالمدينة، أجاب بأن قوله عز وجل ولقد آتيناك بالتعبير في الماضي لا يفيد أنه آتاك قبل، يعني هذه اللحظة التي نزلت هذه الآية في سورة الحجر، لا، ولكن العرب تعبر بالفعل الماضي على الشيء الذي يأتي إذا كان محقق الوقوع، إذا كان محقق الوقوع، وغادي يجي في المستقبل، ولكن العرب تعبر عنه بالماضي إذا كان متحققا في وقوعه، غادي يوقع. فلذلك قالوا آتيناك مثلا،
ولكن غادي تجيك. فهمت؟ فمثلا قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هل أتى أم لم يأت بعد؟ لم يأت بعد، ومع ذلك قال أتى. المقصود بأمر الله يوم القيامة. فعبر بالفعل الماضي على ما لم يقع بعد، إشارة إلى أنه سيأتي لا محالة، لا ريب فيه. لكن هذا الجواب فيه نوع من التكلف. فإذا ما هو الراجع؟ حتى نجمع بين هذا الحديث وبين الآية: ولقد آتيناك سبعا على المثل. قال العلماء: نزلت الفاتحة بمكة، ونزل بها جبريل، ونزلت قبل نزول الآية التي في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثل والقرآن العظيم. والآية على ظاهرها ولا تأويل فيها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفاتحة في الصلاة، هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق بين ما صلى فيه الفاتحة في مكة وما صلى، يعني ما صلاه في المدينة، بل كل ذلك كان يقرأ فيه بماذا؟ بالفاتحة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كم قبل أن يهاجر إلى المدينة؟ كم من السنين؟ ثلاث سنين. إن الإسراء والمعراج الذي بإثره فرضت الصلوات كان قبل الهجرة بثلاث سنين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كان يقرأ الفاتحة. فإذا الفاتحة نزلت بمكة، نزلت الفاتحة بمكة. طيب ما الذي نزل الآن في حديث ابن عباس الذي فيه بأن باب فتح من السماء؟ حديث في صحيح مسلم: باب فتح من السماء ونزل منه ملك وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيت ربه. ما الذي نزل؟ كيف؟ البشارة. جيد، البشارة. فضل. حسن. إذا الذي نزل من المدينة هو فضل الفاتحة، فضل الفاتحة. وهذا الذي يعني رجحه القرطبي عليه رحمة الله، ورد على ابن عطية. ابن عطية له كتاب تفسير سماه التحرير والتمويل. يعني ابن عطية يعني عملا بالآية والحديث رد على من قال بأن ملكا غير جبريل هو من نزل بالفاتحة، رد عليه. لكن الوجه الذي رد به عليه لم يثبت فيه بأن سورة الفاتحة نزل ثوابها، نزلت هي بمكة ونزل ثوابها بالمدينة. بل قرر يعني الثعلبي عليه رحمة الله بأن الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. هذا خطأ، نزلت مرة واحدة بمكة ونزل ثوابها بالمدينة. ومن أهل التفسير من قال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، ولكن الراجح أنها نزلت بمكة ونزل ثوابها بالمدينة. طيب، إذا هذه بعض أسماء سورة الفاتحة. الآن استعمالات سورة الفاتحة. سورة الفاتحة استعملها في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، قال: من صلى صلاة، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لا صلاة. لا أصل في قوله لا صلاة أن نحمله على نفي وجود جنس الصلاة، فإن لم يكن فنفي صحتها، فإن لم يمكن فنفي كمالها. أما نفي جنسها ما يمكنش. واحد الصلاة قدام
وما قراش الفاتحة، غتولي ما صليتيش، صلى ولكن خسر شي حاجة. إذا ملي ما يمكنليناش نقولو، ما يمكنليناش نحلو هاد النفي هذا على نفي جنسها، غادي ندوزو المرتبة الثانية ألا وهي نفي صحتها، نفي صحتها. نقول لي صليتي ولكن صلات ما صحاش، بمعنى لا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها عنك الطلب، باقي انت مطالب تصلي. وهذا ولو تركتها مرة واحدة، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الأحناف تجزئ الصلاة ولو لم يقرأ فيها بالفاتحة، وحملوا هذا الحديث على ماذا؟ على الكمال، يعني أنك لم تصلي صلاة كاملة، صليت صلاة متقبلة لكنها ناقصة من حيث التواب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير متقبل. وقال: الذي يجب على الإنسان أن يقرأ ما تيسر له، قال الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر منه، فيجزئك كل ما قرأت به وإن لم تقرأ بالفاتحة. ثم اختلفوا كم يجزئك أن تقرأ به، فقالوا يعني أكثرهم قالوا بأنه يجزئك 3 آيات، قل من هلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بالقرآن بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر صور، وتحداهم أن يأتوا بصورة. أما تحديه سبحانه وتعالى لهم أن يأتوا بمثله فقد قال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال: قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وتحداهم أن يأتوا بعشر صور، فليأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وتحداهم أن يأتوا بصورة واحدة، فأتوا بصورة مثله، وفي سورة يونس فأتوا بصورة من مثله. ولم يستطيعوا. إذا أقل ما يطلق عليه القرآن وتجزئ به الصلاة، وأقل ما وقع به التحدي وهو سورة واحدة، وأقصر سورة في القرآن هي سورة الكوثر، كم فيها من الآيات؟ 3 آيات. لذلك قالوا أقل ما يجزئه أن يقرأه في صلاته هو 3 آيات. طيب، ما الراجح الآن؟ هل قول الجمهور أو قول الأحناف؟ قول الجمهور أرجح. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، واضح، لا يحتاج إلى تأويل. وقال للمسيء صلاته: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بما شئت. وقال له: فإذا فعلت ذلك صحت صلاتك أو تمت صلاتك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: مفهومه أنه إذا لم يفعل ذلك لا تصح صلاته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في السفر ولا في الحرم، ما كان يترك الفاتحة. فلذلك هذا هو الراجح. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة، يعني ما تعرف لا يقرأ ولا يكتب، ما تعرفش، حاولتي معاه باش يحفظ سورة الفاتحة ولم يتمكن من حفظها، أولا هل هذا الذي ذكرته يتصور؟ وشيء قد يقع أو لا يقع؟ ممكن يكون شيء واحد ما عرفش يقرأ، ما قدش يحفظ الفاتحة، ممكن؟ ممكن. الأعاجم إذا أسلموا يعني يشق عليه من يحفظ سورة الفاتحة، هو أسلم للتوبة الآن، أسلم
خصو يصلي الصلاه اللي حضرت في الوقت ديك الساعه. سلم الان اذن اذان الظهر خصو يصلي، لكن لا يعرف واش هي. نقول له لا صلاتك باطله، لا صلاتك صحيحه. واللي ما قدش كاع يقراها واخا مده مع مده وما قدش يحفظها، كاين الان نساء يعني متقدمات في السن المسنات ما تعرفش تقرا الفاتحه. ماذا يصنع؟ يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما كان الفاتحه يذكر الله ان استطاع، ان لم يستطع فلا شيء عليه. تصح صلاته ولو لم يقرا بها. طيب اذا مسألة وهي حكم القراءة خلف الإمام. الإمام إذا صلى فإما أن يجهر بالقراءة وإما أن يسر بها، إما أن يجهر بالقراءة وإما أن يسر بها. فماذا يفعل المأموم؟ هل يقرأ معه أو ينصت؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء والخلاف فيها كبير قديم. فذهب الإمام ابن حزم عليه رحمة الله والبخاري قبله عليه رحمة الله، بل البخاري عليه رحمة الله ألف في ذلك تأليفا، يعني ألف جزءا في القراءة خلف الإمام. وكذلك ذهب البيهقي إلى أن القراءة للمأموم وراء الإمام واجبة في السرية والجهرية، سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع. وذهبوا إلى أبعد من ذلك فأبطلوا الركعة التي يدركها المأموم مع الإمام إذا لم يدرك القراءة، بل إذا لم يقرأ فيها. دخلت للجامع قلت الله اكبر، قلت الامام ركعه، قلت الله اكبر، وقفت وقلت الله اكبر. الى بيتي يعني تكبرت كبيره الاحرام بقى واقف. بعض الناس كيخطا شنو يدير؟ تيقول الله اكبر هو غادي نازل كبر وانت واقف، ثم الى بغيتي تكبر التكبيره ديال الركوع كبر، بغيتي تقول راه فات كبيرة ودير غير الركوع دير غير الركوع، لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها، هي ركن في الصلاة وبها تدخل الصلاة، وعليك أن تكبر من قيام، تقول الله أكبر وأنت واقف. طيب كبر ودخل مع الإمام في الصلاة والإمام كان راكعا. بالنسبة للبخاري عليه رحمة الله وابن حزم والبيهقي عليه رحمه الله قال هذا لم يدرك الركعه. لماذا؟ لانه لم يتمكن من قراءه الفاتحه فيها. طيب هذا قول. والقول الثاني قول الشافعيه، يعني قاله الشافعي بمصر في الجديد، لان الشافعي ما ينسب اليه من الاقوال في الفقه قولان، قول قديم بالعراق وقول جديد بمصر. فقال قراءتها ركن لكن اعتد بركعة، فيقرأ المأموم مع الإمام فيما وراء الإمام فيما جار به وفيما أسر فيه، غير أنه يقرأ سرا، دائما يقرأ سرا. طيب مسألة ذكرها الشافعي، إذا كنت أقرأ مع الإمام فالإمام بلغ إلى قول الله عز وجل ولا الضالين فقال آمين، وأنا لم أصل بعد إلى ولا الضالين، الله ستر غير المغضوب عليهم، وقال الإمام ولا الضالين آمين، هل أكمل قراءتي ثم أؤمن بعدها أم أؤمن مع الإمام؟ صواب أنك تؤمن مع الإمام. ثم اختلف الشافعية
هل ترجع إلى إتمام قراءتك بعد التكميل أو لا ترجع؟ قولان يعني معتبران في المذهب. طيب، وهذا القول الذي ذهب إليه الشافعي، هذا القول الذي أدين الله عز وجل به وهو الأحوط، وفيه إعمال للنصوص. كيف ذلك؟ عندنا نص استدل به الذين يقولون بأنه من أدرك ركعة ولم يكن قد قرأ فيها الفاتحة أنه لم يدرك الركعة. بماذا استدل؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ به من الكتاب. لا لكن نقول أدرك الركعة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ركعة، يعني الصلاة، يعني الركعة، يعني إذا أدركت ركوعها فقد أدركتها. طيب، وفيه أيضا إعمال لماذا؟ للنص الذي فيه وجوب قراءة الفاتحة ولم يفرق بين صلاة وأخرى. وأما قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا المقصود به ما دون الفاتحة. أما الفاتحة أقصد القرآن، مفهوم؟ الفاتحة أقصد القرآن، وهذا هو الأحوط. طيب، وذهب المالكية إلى أنه يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجاهلية إذا كان يسمع القراءة. أما إذا كان لا يسمع القراءة، يعني في القديم ما كانش الميكرو، فيقدر يقرأ الإمام في الجاهلية في المغرب ولا في الصوب ولا في العشاء وما يسمعش بعض المؤمنين بعد ما يسمعوش. قال هذا يقرأ. علاش؟ لأن في الصلاة شغلا، ماشي يقعد يركض سكت ما يدير والو، لا، مفهوم؟ إذا قالوا يقرأ إذا أسر الإمام ويقرأ كذلك إذا لم يسمع التلاوة، لم يصير صوت الإمام بالقراءة في الجاهلية. أما إذا سمع صوت الإمام فقد قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. طيب، إذا هذا قول آخر. وأما يعني الأحناف فقلت بأنهم لا يرون ماذا؟ قراءة الفاتحة واجبة ولا ركنا، وبالتالي يقول لا يقرأ مع الإمام سواء في السرية أو في الجهمية. إذا قلت الراجع إن شاء الله أن تقرأ مع الإمام في السرية والجهمية، لكنك تسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة ويؤم أصحابه، فسمع صوت رجل بالقرآن، فلما قضى صلاته قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم قال أقرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل ألا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أقول ما لي أنزع القرآن، قال إني أقول ما لي أنزع القرآن. إذا تقرأ بالسر الفاتحة لأنها ركن، أما السورة من القراش وش تندير؟ أنصت في الجاهلية. أما في السرية خص نلقى إيش؟ الفاتحة ونقرأ السورة. طيب، من استعمالات الفاتحة أيضا أنها تقرأ في صلاة الجنازة، وقد اختلف العلماء هل صلاة الجنازة في صلاة، منهم من قال هي دعاء وليست صلاة، ومنهم من قال هي صلاة. الذين قالوا بأنها دعاء وليست صلاة قالوا ليس فيها ما في الصلاة من الأركان، ليس فيها إلا القيام، فإما الركوع والسجود والطمأنينة بين السجدتين والاعتدال من الركوع، هذه كلها أركان. والراجع أنها صلاة، لكن هذا شكلها، ليس فيها لا ركوع ولا سجود، وهذا مجال يعني لا مجال للعقل فيه، هذا مجال لا يدخله العقل. فلذلك قالوا يا صلاة، وتقرأ فيها سورة الفاتحة. وفي حديث ابن عباس في الصحيح صحيح البخاري
أنه صلى على جنازة وجهر بالفاتحة، قرأ الفاتحة وجهر بها. فلما قضى الصلاة قال: لتعلموا أنها سنة. سنة هنا ما معنى سنة؟ يعني مندوب. ها؟ ما معنى سنة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. يعني ليس السنة في مقابل الواجب. مقصود السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة. إذا نقرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة. كذلك من استعمالات الفاتحة كما تقدم معنا في الحصة الماضية أننا نقرأ بها في الرقية، في الرقية. وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، الآن نبدأ يعني بتفسير الفاتحة. والفاتحة أول آية فيها هي ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، والدليل على ذلك الحديث الذي تقدم معنا. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني، و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى. وهذا قول ابن عباس أنها يعني ماذا؟ أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة. واختلف العلماء في هذا المعنى، ولأن الخلاف ينشأ عليه عمل فلذلك نذكره دائما. ما العمل الذي ينشأ عليه؟ ينشأ عنه أولا، إذا قلنا بأن البسملة من الفاتحة، فمن صلى ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انتقص آية من الفاتحة، فلا يكون قد قرأ الفاتحة كاملة فتبطل تلك الركعة. وإذا صلى بدون بسملة في كل الركعات فتبطل صلاته. هذه الطمأنينة. لذلك الشافعية الذين يقولون بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، واحتجوا بأن الصحابة كتبوها في القرآن وكتبوا عند رأس كل سورة، وقالوا ما دام أنها كتبت في القرآن وعلى رأس كل سورة فهي آية منها، فبالتالي يجب أن تقرأ في كل ركعة في كل صلاة، بل قالوا كما تجهر بالفاتحة في الجاهلية تجهر بالبسملة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا في الصلاة. قل أي آية؟ شأنها شأن كافة الآية. إذا لا نقول الشافعي، لذلك الشافعي إذا صلى بالناس في الجاهلية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جهر. وقال المالكية يعني ضد أو عكس قول الشافعية، قالوا ليست آية من الفاتحة ولا آية من السور، وإنما هي من القرآن جاء بها للفصل بين السورة والتي تليها، والصحابة كتبوها في القرآن وإن كانت ليست بآية من السور كتبوها في القرآن تبركا. وهذا مصحف عبد الله بن مسعود ليس فيه ايش؟ يعني لا عفوا، مصحف عبد الله بن مسعود ليس فيه الفاتحة، ليس فيه الفاتحة، ماشي غير بسم الله، ليس فيه الفاتحة. سيدنا عبد الله بن مسعود ترك يعني كتابة الفاتحة في مصحفه لأنه قال إذا كتبها في أول مصحف ينبغي أن يكتبها عند كل سورة، وذلك لأن كل القرآن يقرأ به مع الفاتحة في الصلاة، فهي أصل، فينبغي أن يكتبها عند كل سورة. فلذلك اختصارا ترك كتابتها في الأول، ويعني
اعتمد في ذلك على حفظ المسلمين لا، وإلا فمصحف الإمام مصحف سيدنا عثمان الذي كتبه وجمع الناس عليه وفرق نسخه في الأمصار، هذا المصحف كل فيه الفاتحة. إذا نرجع إلى البسملة، إذا قلت قول المالكية أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم بل كرهوها في الفريضة، وتحفظون قول ابن عاشر وكرهوا بسملة تعمدا، إذا هذا قول. والقول الثالث أنها إذا المالكية قالوا ليست آية إلا في سورة النمل، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعب عليه وتنزل. القول الثالث أنها يعني آية من كل أو آية ليست آية من كل سورة ولكن آية في سورتين فقط أو بالأحرى ثلاث سور. السورة الأولى وردت فيها البسملة جزء آية، وذلك ماذا؟ في سورة النمل وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلم عليه وتولي المسلمين. طيب السورة الثانية سورة الفاتحة، والدليل حديث الذي ذكرته قبل قليل بسم الله الرحمن الرحيم إحداها، والسورة الثالثة سورة الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أظن حديث أبي هريرة قال أنزل علي اليوم سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، قرأ. إذا هذا قول، والقول الراجح أن هذا هو القول الراجح، وفيه بأن البسملة جزء آية من سورة النمل وليست يعني في سورة براءة، وهي كذلك آية في سورة ماذا؟ الكوثر وسورة الفاتحة، وما بقي من السور التي ذكر فيها البسملة فهي من القرآن لكن ليست من نفس السورة، ليست من نفس السورة، وإنما كما قال ابن عباس جاء بها لفصل من السورة. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة والتي تليها حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علم أنها قد ختمت وابتدأت سورة أخرى. مفهوم؟ طيب إذا ماذا نصنع نحن الآن؟ العمل، العمل أننا نقرأ البسملة عند الفاتحة، لكن هل نجهر بها في الجاهلية؟ لا، لحديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا الحديث الصحيح، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يفتتح الصلاة. وجمع بين الأحاديث التي فيها بأنه لا يقرأ، وفي بعض الأحاديث لم أسمع، جمع بين هذا وذاك أن نقول أنه قرأها لكن لم يسمعها للصحابة ولو في الجاهلية، بل كان يقرأ بها سرا. وإن ورد في بعض الأحاديث أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فالجواب عليه كما قال ابن حجر أنه أحيانا، وهذا فعل يستحبه بعض الحنابلة ويفعلونها، لأن قول الحنابلة في هذه المسألة قرض الصوم، أحيانا للإمام أن يسمع المأمومين ماذا؟ البسملة في الفاتحة. علاش؟ باش يبين لهم بأن راه كتقرا غير هي كتقرا سرا، كما صنع ابن عباس جهر بالفاتحة في الجنازة. واش صنع الجنازة سرا ولا جهرا؟ سرا. فلماذا جهر؟ علاش؟ باش يعلم الناس بأن ايش؟ بأن سنة، لأنه قال فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة. طيب إذا لعلي أقف عند هذا القدر باش ما نطولوش إن شاء الله. فإذا هذا ما يتعلق بالبسملة، مازال ما تكلمناش على المعاني ديالها، الحصة المقبلة إن شاء الله نتكلم عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا عملا بما علمنا، وأن يفتح علينا الإخلاص ومتابعة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي وما نذر، وأن يرزقنا الثبات على دينه حتى نلقاه به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.